105 شاعتني لي 120 واحد حاولي مزوم عليك 30 واحد مزوم عليك صور حولي تجامع صور حولي صور حولي حولي من شحال حسبتي لي يا خويا 105 شاعتني لي 115 وشحال بغيتي بيتا 115 وشحال عطاك معطانا والو هو فيها 20 كيلو لحم 20 كيلو 8000 كيلو تباع عيادة ولا شنو تجامع صور الحولي تجامع صور الحولي صور الحولي حولي 140 ألف الحولي شحال 70 كيلو هذا شحال 70 كيلو شحال 70 كيلو يدير 70 ايه حسب التاق حسب التاق فين هو اللي باغي يشري فين فهمت هو اللي باغي يشري حولي 90 ألف الحولي هذا هو اللي باغي يشري قالك فيه 20 كيلو واش بقي واش بقي كاين ما كاين تعالى ما كاين ضروبة كاين تعالى ما كاين حولي 20 واحد حاولي مزوم عليه 30 واحد مزوم عليه 70 كيلو 50 كيلو واحد مزوم على الحولي واحد مزوم عليه 50 واحد نزيدوا عليه ولات ما جاء انا عندنا واش كساب اخويا كساب واش بيع وشرا هو ما جاء ما كاينش مراقبه لا بيع وشرا هذا يلا شريت يلا شريت يلا شريت يلا انت نجي نزيدوا عليه قولي فلوس خدامي مين يخدم مين غالب الله كي داير سيدي بخير اخويا الله يجعل البركه كاين ثمن على كل حاجه وثمنها شحال هذا الخير هذا 62 الله يجعل البركه الخير هذا كاين غلا شويه كاين غلا شويه كاين ثمن والناس راه معلفه الله يكون في العون العلف غالي وكل شيء غالي والناس راه لا الشاري محن ولا اللي بيع محن كل شيء محن الله يكون في العون لا يجعل البركة الخروف مزيان هذا حولي مزيان البلاصة كانت البارح جمعة هي كاين فيها الثمن على حساب الصوف كاين ثمن كاين ثمن شحال كانت تقريبا وكاين 70 كاين 70 كاين 60 كاين 62 على حساب الحولي كاين 50 كاين كلها كاين 80 كاين 100 كل عاون واحد وعلى شي يقدي يعيب كاين ثمن على العام الاول كاين ثمن ولكن كاين حتى ثمن في العلف زايدة تقريبا 1000 درهم ولكن حتى العلف راه زايدة فيه ثمن العلف كلشي زايد دابا النخالة راه ب 26 100 النخالة ب 26 100 ما كاينش لا ما كاينش العلف نص ثمن هذا بدر راه 100 درهم باش كيبيعوها النخالة ب 26 100 ما كاين لا دعم لا والو ساعات الدعم يعطوك خيشة يعطوك على كثروا معاك يحلقوا عليك يعطوك شي خيشات دابا هذا المبارك هذا ديال هذا شاريه مولاه هذا شاريه مولاه وانا هازو له يطرب ويرطع انا واش شويه باش داك الشيء ماشي بحال هذا يلا شكرا تبارك الله عليك يلا السلام عليكم عندك مشكله عندك شكايه او عندك اي موضوع بغيتي تطرحوا علينا او اي خبر بغيتي تقولوا لنا اتصل بنا على 0 0142 94 00